السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، سأحاول في هذا الفيديو شرح طريقة تعلم منهجية الإجابة والتي يعاني منها الكثير من التلاميذ. أمامكم السؤال التالي: كيف يؤثر المناخ على الغطاء النباتي والشبكة الهيدروغرافية؟ بكل بساطة حاول تقسم كل هذه الجملة إلى كلمات، أعد شرح كل كلمة وحدها. تأثير التغير المناخ نقصد به تساقط خاصة الأمطار، الغطاء النباتي نقصد به الأشجار، والشبكة الهيدروغرافية نقصد به الأودية. بطريقة بسيطة أعيد ربط هذه الكلمات وأقول ما هو التغيير الذي يحدثه تساقط الأمطار على الأشجار والأودية. كان معكم الأستاذ فوزي إبن عيدن في منصة دروسكم، شكرا لكم، السلام عليكم.